عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. جمعه مباركه. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم كسكسو بالتفايا. كيف ما كتشوفوا ماشي انا اللي غنقدمو، حماتي معنا هي اللي غادي تقدموا ليا. ها هي مقدمها لكم. السلام عليكم البنات، كديرين بنتي؟ لاباس عليكم؟ بخير الله يبارك فيك. جمعه مباركه مسعوده عليكم ان شاء الله بالبركه والتيسير. دابا بنتي ان شاء الله نقدموا لكم الطعام بالتفايا ان شاء الله. قولي لنا شنو غنحتاجوا فيه. غنحتاجوا ان شاء الله اللحم، غنحتاجوا الحمص، غنحتاجوا العطريه، خرقوم، عرق، ديبزار، سكنجبير، الزيت. دابا غنحتاجوا خيزو، الدرعه، الربيع، والبصله، والزبيب. ما كنديروش فيه اللفت وهذاك الشيء. يلا ندوزو الدرعه وخيزو ان شاء الله نغسلوهم طيبوهم بوحديتهم. غادي نغسلوهم بوحديتهم. يلا ندوزو دابا للطريقه ان شاء الله. يا ان شاء الله. بسم الله. راه حطيت لك معلقه صغيره، راه هي تما حداهم. صافي قطعتي معلقه؟ اه قطعتي. ان شاء الله نديرو جوج معالق ديال الخرقوم. عرق خرقوم البلدي. خرقوم البلدي. نديرو جوج خرق، جوج بزار ديال لي بزار، جوج معالق. ديري العطريه في الاول ماشي حتى يتقلى. الاول جوج معالق ديال سكنجبير. تقيلة في الكبة والله ما حسن حليها. راي راي الملحة راي. ديروا جوج معالق ديال الملحه. الملحه راه كتبقى حسب الطبق كل اللي يدير اللي هذا. كتبغي شويه الماء؟ راه وقت المخرج. بسم الله بسم الله. صافي غتشرم لي فيها القلال اللحم ياك. غندير شويه ديال السمن. شويه ديال السمن البلدي. نشرملو فيها اللحم باش ندوه يتقلى. هاد البصله التفايه غديري منها غير شويه المرقه، شويه المرقه ونزيدو التفايه بحال دوك الحمراء ديرها في المرقه والبيضه التفايه. غنشوض شويه البصله ونديرها. صافي دابا تقلات، بقى لها اللحيمه شويه. اه انتما البنات تقلات دابا اللحيمه شويه، غنزيدو عليها مطيشه. تما جوج مطيشات محكوكين. نزيد عليها البصله، بصله وحده كبيره مشلضه. صافي كي شفتو البنات درت العطريه والزيت وشويه الماء ودرت اللحيمه تقلات غير شي شويه وزادت ليها جوج مطيشات محكوكين وجات ليها بصله وحده كبيره مشلضه رقيقه. صافي هي نخليوها هنا تزيد تقلى شويه مع البصله والمطيشه. هنا ما غديري لا خضره لا والو ياك. صافي غتزيدي لها غير الماء وتخلي اللحيمه طيب. حيت الخضره غنصبوها بوحدها. المهم البنات خليوه يتقلى شويه مزيان، يشرب العطريه ديالو مزيان، وديك الساعه عاد مرقوا. عاد مرقوا بعد ما تقلى شويه اللحم مزيان، خد العطريه ديالو، خد ديك البصله، خد هانتوما حنا غنمرقوا ان شاء الله. المريقه الكافيه اللي يطيب فيها اللحم ياك. المريقه اللي يطيب فيها اللحم. ثم البنات دابا غادي نغطي عليه. ثم ان شاء الله حنا غادي نديرو الحمص يتسلق. هنايا شنو غديري؟ الحمص يتسلق. غنديرو شويه ديال الملحه. غادي يتسلق غير الماء والملحه وغتسلقيها غير شي شويه. شويه ثم البنات انا كندير بيديا، مولفه كندير بيديا. مولي درا هي اللي فيها البركه. غنجيب لك الماء. هانتوما شفتو الحمص، درنا هنايا الحمص، درنا معاه شي شويه ديال الماء والملحه وغنسلقوه شويه باش نديروه مع التفايه. المهم ها هي حماتي هنايا كتقطع البصله، غادي تشنفها رقيقه وغندوز انا باش ندير كسكسو باش يتفور. دابا غادي ندير كسكسو باش يفور. تفور الاولى كسكسو كما راه معروف، درت له شي شويه ديال الزيت ودرت له الماء،
صافي حتى نشف هكايا وغن شنو قلتي ليا؟ كنا عوانين نديرو السميده ولكن صافي درنا كسكسو. المهم انا غنديرو دابا في هذا باش يتفور. انتما شفتو كي محلول، درتو في الاول غير شويه ديال الزيت وغسلته مزيان بالماء وخليته حتى نشف. انتما شفتو كي محلول عادي، راه التفوره ديال الكسكسو راه كلشي كيعرف كيفاش يفور الكسكسو. مره اخرى ان شاء الله وغندير لكم السميده ياك، طيبي لهم السميده ان شاء الله. ديري لهم السميده بسهوله، راه كاع سمعوك. هي راه جالسه لتحت في الارض كتقطع في البصله، ما كتقدرش توقف بصراحه بزاف على البوطاجي. قلت لها غير جالسه قطع البصله انا ندير الكسكسو يتفور. المهم انا غندير هذا بعد دابا يتفور وعاد نزيدو الاخر. هاي نوريها لكم، هاي فين مخبيه كتقطع البصله. يلا صافي دابا الكسكسو راه خليناه كيطيب، جلسنا نرتاحو شي شويه ونديرو الطقوس ديال نهار الجمعه. كي كتشوفوا طلقنا القران، سوره البقره ضروري تطلق في الدار يوميا، ضربتها للدار بواحد الجمعه خفيفه كي كتشوفوا كاين الشعه ما كيبانش التصوير مزيان، ونطلق واحد شويه ديال الند كما العاده كيعجبني دائما نهار الجمعه نطلقو باش يخلي واحد الريحه زوينه. كيخلي واحد الريحه غزاله في الدار دائما البنات هكا نهار الجمعه يكون واحد الطقوس خاصه. القران مطلق في الدار، الدار مجموعه، واحد الريحه زوينه تكون في الدار. صافي دابا ندوزو نكملو الكسكسو ديالنا ان شاء الله بعد مرتاحين شويه. انتما البنات ان شاء الله غنصاوبو دابا التفايه، بسم الله اللهم يسر لينا. شويه ديال الزيت، انتما البصله مشنفه زدت عليها شي شويه ديال الزيت، وريهم التوابل قبل ما ديريهم. انتما غنديرو شويه الملحه، سكينجبير، البزار، قرفه عواد، شويه الكوزه، شويه الخرقوم، عرق، شويه دويمه ديال البنه، بزار، سكينجبير، الملح، الخرقوم البلدي، دويمه ديال الزعفران، شويه ديال الكوزه، والقرفه عواد. واضح. كنسدو عليها وقلب في الكوكوط باش طيب دغيا. ما تسميوش الكوزه غادي نحكوه شويه من الكوزه، ماشي بزاف، كتبقى اختياري اللي ما بغاش ما يديرهاش. والملحه ياك يعني. كتعطي شويه البنه. درتي الملحه صافي. الحمص راه تسلق حيدته، اللحم راه كيطيب وكان هذا الكسكسو كيتفور. شنو قلتي لهم؟ تنقيو البصله، ملي تنقيو البصله تحيدوا له داك العريق الخضر، داك العطر العرق الخضر اللي كيكون الوسط. غتحيدوا على كيعطي شويه المروره. الله ما تحيدش ان شاء الله. حنا نديروا دابا غادي نسدو عليها في الكوكوط. غادي نسدو عليها ولكن تتشحر، تتشحر شويه وتقلى وعاد نسدو عليها في الكوكوط. تزيدي لها شويه الماء، ضروري كويس الماء، هي البصله كتطلق الماء. هذا الكسكسو ها هو فار التفويره الاولى صافي حيدناه، دابا غنديروا له الملحه حيت ما درتهاش في الاول، ونعاودوا نروه بالماء ونخليو عاوتاني تينشف ونديروا له التفويره الثانيه. راه معروف الكسكسو راه كلشي عارف كيفاش كيفور، وحنا مركزين دابا غير على التفايه. ان شاء الله مره اخرى البنات غندير لكم السميده ان شاء الله مفتوله باليد. السميده كتجي شويه صعيبه، ماشي كلشي كيعرف لها. كتكون مفتوله كتجي غزاله. ما داك الكسكسو راه حالو ساهل حيت اصلا هو طايب. نتعو على ندير لكم، انا جيت لقيت ايمان دارت جبت الكسكسو. مره اخرى ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش نصبو الخضره. ها انتما كيشوفكم هكا درنا فيها خيزو. ها انتما البنات غندير شويه د الماء. علاش ما درتيش الخضره في البرمه مع باش تعسل؟ باش تعسل. ها انتما البنات ما درناش الخضره في البرمه مع المرقه حيت هي غتعسل، المرقه غتجي مالحه والخضره غتجي حلوه. هانتوما هنايا جوج معالق ديال الخرقوم البلدي، جوج عواد ديال القرفة، الملح حسب الذوق، والبزار والسكينجبير. يعني في التوابل كاين الخرقوم، البزار، سكينجبير. والزيت غادي الزيت والزيت واحد ربع كاس ديال الزيت.
دابا هذيك غديريهم يطيبوا. دابا غنديرهم يطيبوا حتى شويه يدخلوا الطياب وديك الساعه ديري القرعه. ما غديريش له داك الربيع؟ غنديروا الربيع ولكن حتى غندير القرعه. المهم ملي ها انتم شفتوا الخيزو غيدخلوا شويه الطياب ونديروا القرعه ونديروا هذا الربيع مقبط حيت الخيزو كيشط شويه الطياب على القرعه. هانتوما البنات الخيزو بعد ما دخلوا الطياب غندير له القبطه ديال الربيع. هانتوما البنات القرعه غتبقاو ديروا لها بحال هكا وبللوها بشويه ديال الملحه باش تجي بنينه. باش تجي بنينه وديروها هنايا باش صافي. بعد ما خيزو قبط هذا طاب شويه ها هو زدنا له القرعه والقبطه ديال المعدنوس ونعاودو نسدو عليه باش طيب القرعه. هانتوما البنات ها البيض كيتسلق. هو درنا هنايا البيض كيتسلق. ها البصله هي هنايا كتوقف. هيا البصله هنايا غتخليها حتى توقف مزيان من بعد تعسلها. حتى توقف مزيان حتى تنشف مزيان في الماء عاد باش تعسلها وتزيد ليها الزبيب. وهنايا هنايا ها هو اللحم حتى هو راه دخلوا الطياب. هنايا ها هو اللحم دخلوا الطياب. راه زادت له واحد الربطه ديال المعدنوس ياك. لا القزبر هنا دارت غير القزبر هنا اللي دار هنا مخلط. وهنا مخلط القزبر ومعدنوس. والكسكسو صافي ها هو هنا خلاص راه بقات له غير التفويره الاخرى تنبغيو نسقيو عاد نديروه باش يتفور. المهم دابا البنات بعد ما طابت البصله غندوزو باش نعسلوها. شنو غزيدي فيها؟ المهم البنات دابا هي البصله قطرت توقف عاد ما خصنا باش ندير لها شويه المسكه الحره. شويه ديال المسكه الحره. شويه ديال المسكه الحره ندير لها شويه القرفه. قرفه بلديه. قرفه بلديه مطحونه. ندرو لها الزبيب. الزبيب مرقد من قبل في شويه ديال الماء. نزيدو ليها السكر هانتوما البنات زدنا ليها السكر هانتوما زدنا ليها السكر صافي وغنخليوها دابا تبقى تعسل. غنزيدو ليها شويه ديال السمن. فين هو السمن؟ ها هو غديري فيها داك الحمص؟ الحمص ضروري معلقه صغيره ديال السمن. البنات غنزيدو واحد المعلقه صغيره ديال السمن. هاد البصله كتجي خطيره بهاد النكهات كتجي فنه. وغضيف لها واحد الحاجه غتجيكم شويه غريبه ولكن كتجي زوينه. دابا قبل ما تبدا داك الحمص اللي سلقناه هو غزيدو يتعسل مع البصله كيجي فيها غزال. العواد اللي تبقاو تاكلوا غير في البصله هكاك معاها حتى الحمص كتجي فنه. صافي دابا نخليوها تعسل. تعسل شويه ان شاء الله. هانتوما البنات ان شاء الله هنا صوت سميتو التمر. هادشي اللي غنزينو به التمر معمر بالقرقاع كله زوق قليتو فسكتو هو كيف ما جا. البيض ها هو طاب انا خصني باش نقشرو. كيف شفتو ها هو التمر التمر معمر بالقرقاع تزين ان شاء الله. شويه ديال اللوز نفسخ ونقلي والبيض مسلوق هي غتقشرو دابا و هادي التفايه هي غادا راه مازال كتعسل. انا حتى هي التفايه غادا كتوقف ان شاء الله. هي مازال كتعسل حتى هاد العواد تاع القرفه. صافي غتبقى تعسل فيها حتى توقف. وهنايا خلاص راه باقا عندنا ديك المريقه اللي فيها اللحم. الخضره خلاص راه طابت حيدناها. الكسكسو راه بقات له غير التفويره الاخرى. هانتوما هي غادا كتوجد هي شي كتعلق كتولي غزاله تاخذ داك اللون ديالها. باقا ان شاء الله باقا غادي تصفي. صافي البنات دابا جا الوقت ديال التوجد. ها هو كسكسو بعد ما فارت الفويره الاخرى بردناها وحطيناها في الكسعه. دابا غادي نحطوا عليه الحيمه. بسم الله نحطوا الحيمه هكا الوسط. هانتوما البنات انا غادي نسقي ان شاء الله ديك المريقه اللي طاب فيها اللحم هي اللي غنسقوا بها الكسكسو. هادشي كيتعلكات ونشفات. هانتوما البنات ما ربانا تجيكم المرقه دايره خصكم تصفيوها الا كانت فهاديك الطروفه ديال البصله. هانتوما راه مصفيه هادي ما كبلا ما تسكيوش بها هي فيها داك الربيع والبصله وداكشي صفيوها. الا كنتو غير في الدار ما كاين حد ما فيها باس. ونستفو داك الخيزو في الجناب. القرعه ديالها هي دابا والقرعه حتى هي هكا في الجناب. هانتوما
وغادي نحطو ديك البصيله المعسله ها هي من الفوق شي كتجي معلكه وفيها الزبيب وفيها الحمص بلا ما نشدو الحمص مع المرقوق قاطعينه في الجناب درناه مع البصله صافي دابا غادي نستفو انتما داك التمر اللي معمر بالقرقاع ها هو جا ما بين الخيزو والقرعه والبيض ها هو تا هو كيجي الفوق حدا البصله المهم تزين كلها بالطريقه ديالو كله يزين كيف ما بغى انتما شفتو صافي بعد ما كملنا البيض دابا غنزينو باللوز ما غنديروش اللوز غادي نحطوه غير من الفوق بحال هكا ها انتما شفتو باش ما ترونش القصريه كل حاجه كتبقى معزوله بوحدها واللي بغى شي حاجه كيهزها انتما البنات التمر اللي بقى غادي نزينو به الجناب من هنايا ها انتما شفتو كتجي كلها مزينه بالتمر والقرقاع انتما شفتو الشكل ديالها كيفاش كيجي انتما البنات البلول ديرو في الزليفات اللي بغا لاقاش كاين اللي كيبغي البلول كاين اللي ما تيبغيش نحطو في الزليفات واللي بغا شي حاجه راه غيهزها هانتوما البنات هكسكسو صوبنا كنتمنى تعجبكم وقبلوا عليا ان شاء الله ضروري يعجبهم الله يا ودي هاد القصريه هادي كامله ما تعجبهمش الرحمه الله يسمح لنا منها داكشي اللي كاين بالصحه والراحه وكنتمنى ان شاء الله حاجه اللي عجبتكم مرحبا وشنو غيديروا لك شنو غيديروا لك ديروا لها الله يديروا لها الجيم وخليوا لها شي كومونتير زوين في وجه هاد القصريه هادي هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها نتمنى انها تعجبكم ونتلاقاو وصفة اخرى ان شاء الله خليتكم على خير البنات بالصحه والراحه وقبلوا علينا والعائلة تبارك الله كلها مجموعه صحتكم وراحتكم يلا صحتكم وراحتكم شي زينه ايه واش شي يلا بالصحه والراحه كي جاكم كي جاكم سانكلا يلا